وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الوسط وهو العدل في كل شيء. هم دائما وسط، أهل السنة والجماعة دائما وسط، ولهذا يقولون هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق الضالة في هذا وفي غيره. فهم يثبتون لله أفعاله وإرادته ومشيئته وقضاءه وقدره، ويثبتون للعباد أفعالهم ومشيئتهم وإرادتهم تمشيا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون القضاء والقدر كما تقوله المعتزلة، ولا يغلون في إثبات القضاء والقدر ويسلبون العباد مشيئتهم وإرادتهم، بل هم الوسط في هذا الأمر.